السلام عليكم الاخوان ديالنا، نهار جديد مع فيديو جديد. كنتمنى من الله تكونوا كامل على خير وبخير وبصحه جيده رب العالمين. الاخوان ديالنا اليوم ان شاء الله نجيب لكم واحد الفيديو مختلف على جميع الفيديوز. نجيب لكم ان شاء الله واحد الدار اللي هي كتحتوي على 130 متر ان شاء الله يا ربي، اللي هي مالها يحطوها للبيع ان شاء الله، اللي هي كتجي في طنجه. راه كنسبق لي حطيت الفيديوز ديالها دلكره، راه معروفه هذه كمشروع، راه كهمزه الحمد لله. الناس اللي باغي مشروع يخدم به راه كاينه. انا نعطيكم الموقع ديالها هو هذا، باب مريصة. ها هو فينا الناس ديال طنجة، راك عارف باب مريصة، مرسى قديمة هي قبلتكم. الشارع الكبير ديال ملاباطا هو هذا. حنا نعطيكم الموقع ديالها بالضبط هو هذا، اي واحد راك عارف هذا الموقع هذا. اوتيل مرسى هو هذا، هو قدامنا تا هو او قبلتكم. الموقع بالنسبه للدار، الدار انا نقربها عندكم شويه. الجامع راه واحد الجامع كنظهر لكم، اوتيل مرسى هو هذا كما قلنا لكم. الجامع السمعه ها هي فين قدامكم. الدار نسخه مع الجامع بالضبط، الدار اللي مع الجامع صغيره ماشي هي، والدار اللي معها ملصقه هي هذيك بالضبط. كيطلعوا من هنا واحد الدريجات، كنا طلعت ديال السياره على ثلاثه الجهات، وهنايا كنا واحد الدريجات كيطلعوا، هي اللي كتجي في حومه سبليون في القاع ديالها ورا الاوتيلات كما قلنا لكم. غير الكراء ديالها راه كنا كنكريوها ب 1000 درهم اليوم. بالنسبه دابا هاد الايام هادي كنكريوها ب 600 درهم من 500 درهم الفوق، ما بين 600 و 500 درهم من النهار على ايام الشتاء. ها هو كامل بالنسبه للطوموبيلات، هادي دخل الطوموبيلات على ثلاثه الجهات، كاينه من الشارع الكبير كما قلنا لكم. من الشارع الكبير كاين الدخله هي فين كتشي طويل ديريكت، كاين الشارع الكبير كطلع من هنايا هي على يدنا الشمال الطلعه ديالو، كاين الطلعه ديال اليمين كطلع للمدينه. عرض صور المعكازين قريب بزاف، الناس ديال طنجه راه كيعرفوا الموقع بالضبط. دابا بسم الله على بركه الله. خوان ديالنا كما قلنا لكم، نعطيكم كما عطينا لكم الطبق الارضي، حنا نعطيكم الطبق الاول. طلعت الدرجيه هذه، خليكم تاوا معنا. طلعت الدرجيه هذه قبلتكم، دوركم الكاميرا دخلت البابيه هذه، كاين واحد بيرو صغير تما. تكون الطبق الاول هو راه بحال الطبق الاول، بحال الطبق الثاني، بحال الطبق الثالث، بحال بحال. فيها ثلاثه طوابق، الطبق الارضي، الطبق الاول، الطبق الثاني. ها
الاخوان ديالنا كما قلنا لكم راه لكم الطبق الارضي، الطبق الاولي دابا ان شاء الله يا ربي دخلت البابيه هذه، راه اللي كاينه لتحت كاينه الفوق، كيختلف غير الديزاين، غير في الديزاين كيختلف كما كتشوفوا هنا السيجور هو فين هو كبير، التلفازه ديالو هي هذه. غندخلوا على الشمال غنجبروا هنايا البيت، بيت النعاس هو هذا كيطلع على البالكون، عنده البالكون هنايا، عنده الباب ديال البالكون هو هنا مشمش بالنسبه لي سبوت ديالو، القبس ديالو كلشي مجهز الحمد لله. بالنسبه لهادو كما قلنا لكم راه كان مشروع، راه حنا كنكريوه فوق الصيف، راه دائما الدنيا الحمد لله كتكون عامره. الثمن ديالو ما كيهبطش على 1000 درهم، 900 درهم في النهار لكل طبقه كل منزل. هنايا بالبلاكرات ديالو هانتوما كتشوفوا بيت النعاس راه كبير، هذا فيه شي 6 متر على 4، راه كبير البيت كبير صراحه، هو قواتكم كيظهر. التلفازه ديالو كلشي مجهز بكلشي ديالو. هنا غنجيو على الشمال عاود غنجبرو بيت اخر، هما ثلاثه البيوت فيها ثلاثه البيوت بالفراش ديالهم كلشي. هنا عاود فيه جوج الكيمان هذا البيت هذا، حتى هو كيطلع على البالكون مشمش مزيان، ها هو بالصوت ديالو بكلشي بلاكارات، كل بيت البلاكار ديالو. حنا كنهضروا لكم مجهزه مفرشه بالفراش ديالها بكلشي. نجيو البيت الثالث، البيت الثالث هو هذا، البيت الثالث هو هذا، فيه كامه كبيره حتى هو، ها فين هو البلاكار ديالو، عنده السرج متسمى على لاكور، لاكور حنا كما شفتوا وريناكم في الطبق الارضي، نعطيكم الطبق الاولي عاود. كنتمنى من الله يطولش عليكم هذا الفيديو بزاف. هنايا بالنسبه غادي نجيو لهنا نجيبوا الحمام، الحمام ديالها هو هذا، الحمام ديالها راه كبير حتى هو كما كتشوفوا معنا، الحمام ديالها هو هذا، ها هو الموبيلي ديالو بالمرايه ديالو مجهز كلشي ديالو. البلاصه ديال الدوتش هي هادي، لي سوت ديالو بالكبس ديالو. خليكم هنا تابعوا معنا، نعطيكم الكوزينه بلاتي، نعطيكم لاكور هو الاول. بالنسبه لاكور هو هذا، السراجم ديالو هما هادو كيطلو السراج، لاكور راه كبير كما قلنا لكم تقريبا 3.5 على 3.5 او 4 تقريبا. هنا الكوزينه، الكوزينه هي هادي، هي مجهزه بكل شيء ديالها، الثلاجه ديالها بالابادوره ديالها بالفران ديالها، المهم جامع مجهزه كل شيء ديالها، كل ما كيخص بالمنزل راه فيها. حنا ما نطولوش، ما يمكنش نشارك معكم كل شيء باش ما يجيناش شي فيديو طويل، نقدر نعطيكم واحد الجزء الثاني لما اشتركناش معكم الطبق الاخري، نقدر نعطيكم واحد الجزء اخر مورا الفيديو مورا هذا ان شاء الله يا ربي. هانتوما كما كتشوفوا كل شيء مجهز، هادشي اللي كاين الاخوان ديالنا. كنتمنى والله ما نكونش طولت عليكم بزاف. الاخوان ديالنا كما تبعتوا معنا عطيناكم الفيديو بجميع التفاصيل ديالو، الحمد لله كنتمنى والله يعجبكم هذا الفيديو هذا ويكون عند حسن الظن ديال الجميع. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني، وصلنا لمرحله نهايه الفيديو. واللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معنا على الخاص، ولا كان شي حاجه مرحبا على راسنا وعينينا ويكون خير ان شاء الله. التمر فيه احنا نخليه في صندوق الوصف، ولا يتواصل معنا على الخاص وما يكون غير خير ان شاء الله. كما قلت لكم راه هذا منزل، هذا المنزل هذا فيه كيحتوي على 3 طوابق وواحد الروتري في السطح، راه كمشروع ماشي للسكن، بالنسبه للي بغى يخدم على راسو راه كمشروع، كيتكرى دائما في الصيف والشتاء. الحمد لله راه كيكون واحد الاقبال، والناس اللي جاوا عندنا راهم يقدروا يشوفوا هذا الفيديو ويرجعوا لنا حتى هما. كما قلنا لكم في الصيف راه ما كيهبطش على 1000 درهم 900 درهم، دابا حاليا كنكريو ب 500 600 درهم، اقل 500 درهم عمرنا كريناه، ولا جا شي واحد يقول لي اقل مع عمرنا كريناه بهذا الثمن هذا. اخر ثمن هو 500 درهم على حسب المدة، 600 درهم 700 درهم على حسب كل واحد وباش. هادشي اللي كاين، كنتمنى والله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وكنشكركم جميعا وتهلاو لي فراسكم.